Voilà, هذه سيتون تيرين تاع لو طون. نحطو هنا حطيت زوج دو غروس طومات، زوج حبات طومات كبار، زوج طماطم كبار حطيتهم. هنا عندي اونفيرون 300 غرام تاع طون طون طون، هذا البيلة. فوالا دركا نروحو نحلو. عندنا ربع حبات بيض، 4 بيضات. بسم الله قلنا نحلو الاولى شاك دون سي جامي تاكل وحده فاز دولة ما تخسرناش لو بلا كامل. لا دوزيام ملح، ما تكتوش بزاف باسكو الطون فيه الملح او مالح ديجا لو طون. نحط شويه برك فلفل كحل. فوالا دوكا هادو خلطوهم ومن بعد نميكسيوهم نخليهم هكا. فوالا ها واش حطيت انا ابوبخي قلنا 300 غرام، حطيت وحده تاع 160 وهادو زوج تاع 65 غرام. حطيت ثلاثه 3 بواط دو طون، هادو واحده كبيره وزوج صغار. اللي ما يقدرش يعرف لو غراماج هادو هما واش حطيت. بعد ما ميكسينا لي زانغريديون تاعنا، عندي هاد لو مولا كيك درت له الزبده، دهنته بالزبده ودرت له لا فارين صبودريته بلا فارين. دوك نفرغ فيه هذاك لو ميلونج. فوالا فرغوا لو ميلونج هذا، لموه بيان بيان سيغ. نقول لكم دائما اعملوا هاد لي ماغيز مليح، نحيو مليح هكا على لي باغوا اكسيتيرا. نحطوا لو فور ا 180 دوغري ونطيبوه او بان ماري. فوالا حطيت اون سيرفيت اون بابيي ونحطوا هذا. قلنا ما نكتروش الماء بزاف باش ما يطلعلناش لو مول هذا. فوالا دوك نحطو في لو فور، راهو قلنا يسخن 180 دوغري ا بو بري 30 مينوت، نص ساعة. بصح وشي واحد يديرو ان بيك باش بور سافوار لي كان طاب ولا لا لا. فوالا لا تيرين تاعنا تاع لو طون طابت، نخليوه حتى يبرد كومبليتمون تماما، يبرد خلاص. ها نصف لو مول بارد بور لو ديمولي باش نحيوه من لو مول، نخليوه حتى يبرد. فوالا لا تيرين تاعنا تاع لو طون طابت، نخليوه حتى يبرد كومبليتمون تماما، يبرد خلاص. ها نصف لو مول بارد بور لو ديمولي باش نحيوه من لو مول، خليوه حتى يبرد. فوالا اليوم رايحين نديرو السلق اون صوص. راح نحطو شويه حمص هنا، شويه ماء، شويه بعد مش بزاف باسكو السلق هو بالذات يطلق روحه ويطلق الماء. نقطعو السلق تاعنا هكا رقيق. فوالا نقطعوه نحطوه فوق الحمص، نحطو الحمص من تحت ولا السلق يبقى من فوق. فوالا بعد ما قطعناه كل، دركا واش راح نديرو؟ نحطوه فوق الغاز ابتي فو، ما نقويوش عليه الغاز، نخليوه اب باسكو حطينا شويه برك ماء، ما نغطيوهش باش ما يودرناش لا كولور تاعو، ونخليوه ابتي فو حتى نشوفوه دبال خلاص، باش عاد نرجعو باش نديرولو لاصوص تاعو. ها هو السلق نتاعنا، ما حطينا له ما حطيتلوش الماء، حطيت له غير هذاك الشويه اللي معاكم. الحمص طاب، عاد الزبده هو نقص بيان سور، ينقص في لا كونتيتي، وقعدت له لا كولور باسكو ما غطيناهش، ولكن غطيوه لي تنحلوا لا كولور. راح ندير له ثلاث فصوص ولا 3 غوس داي، نرابيهم باش نقشرهم بيان سور نرابيهم. راح ندير له زوج مغارف زيت الزيتون، مش نص مغرف هكا، شويه برك طوماط كونسونطري. نزيد له زوج مغارف تاع الماء،
نحط له زوج مغارف تاع زيت زيتون قلنا من الافضل يعني من الاحسن دو بريفيرونس ويل دوليف خير. ومن بعد كي يطيب نزيدو له ثاني قلنا ونزيدو له زوج مغارف فوالا كترولوش الماء باش ما يتنحناش لوكو تاع السلق. الحار سي وشوا يحب لي يحب يدير الهريسه يحط حطوا شويه ملح شويه برك باسكو هو يقرر اللي فيه السلق ما يحطوش بزاف والفلفل الكحل. لي زيبيس انا ما ننصحش بهم ناكلو هكا خير شويه ملح شويه فلفل الكحل. حبيتو تزيدوا لي زيبيس سي لي برافو انا نحط غير هاد لي نحط ملح فلفل الكحل وثوم سا سوفي لارجومون والهريسه بيان اونتوندو. نرابي ولو دات في صوص توم وزيدو نقلبوه توجور ابتي فو حتى يدخلوا هذوك لا طوماط وكلشي يدخلوا معاه بيان ونطفيو عليه. او مومون دو سيرفير نزيدو له شويه زيت الزيتون من الفوق. فوالا لو ربا تاعنا تيرميني. عندنا لا تيرين دو طون بلوس السلق بالحمص اون صوص بلا طوماط نحطولو شويه زيت من الفوق. نتمنى لكم شهيه طيبه. مع السلامه الى الملتقى ان شاء الله.